طلعنا اليوم لنأيد الجيش الوطني السوري، الجيش الحر، لتحرير الأراضي السورية من كافة الفصائل الإرهابية الكردية، الفصائل الأحزاب الانفصالية، ولنكون معه يد بيد، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه للجيش الحر. خرجنا اليوم أهالي مدينة بزاعة وريفة دعم للعملية العسكرية المرتقبة التي سيقوم بها الجيشين السوري الحر والجيش التركي لتحرير أراضينا المغتصبة من قبل الأحزاب الانفصالية PKK وBYD.